بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد ربنا على نعمك التي تترى وتتوالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي جاد بالفضل وبالنعم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلم آدم الأسماء كلها، قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أرادوا بها مكرا فرفع الله قدرها وأعلى شأنها وأعزها وعلمها وثبتها وحفظها، فالحمد لله رب العالمين، هو خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله. ساقوا في طريقها أذية، أرادوا أن يوقفوها عن العلم وعن التفوق وعن العمل وعن الوظيفة، جهزوا وأعدوا ولم ييأسوا أبدا. همة عالية لكنها في الشر قوية، ولو كانت في الخير لرفعتهم عند الله مكانا عليا. فسبحان الله، نفوس أبت إلا أن تحارب خلقا وتجعلهم في الأذلين، نفوس لا ترضى أن ترى على خلق نعما وفضلا علما وفهما، تحترق كلما رأت خيرات أقوات بركات من الله المنعم والمتفضل، فهي تحارب ربها الذي خلقها، سواها، عدلها، نماها، وتظن أنها تستطيع أن توقف قدرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق في علم الله ما سبق، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله جل وعلا له الخلق والأمر، حكم فعدل، أعطى سبحانه فأوفى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا، عليك ربنا. ربنا أنت الله، سبحانك في السماء إله وفي الأرض إله، معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا، تعلم أعداءنا، فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، واجعل الدائرة عليهم، لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. كيف تريدنا أما نقاتلنا؟ كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جندي، جني مسلم. طيب. صالح بإذن الله. بإذن الله تعالى. كنت قد حضرت رقية جماعية. ما شاء الله. لقد سمعتك تنصح بالتروي مع الجن الظالم. نعم. مع من نتروى؟ مع الجاهلين الذين لا يعلمون، أما الذين يعلمون ويمكرون ويضرون عباد الله فقد وجب جهادهم. ولهذا كنت تقول لي في الرقية الجماعية: أجل وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوهم يعذبهم الله، إنهم يعلمون. كنت تقول لي: يغفر الله، يغفر لمن ظلم بجهل. نعم، ظلم ولم يكن يعلم. نعم. أما الظالمين المعتدين المصرين وجب عليهم القتل.
اسمعني. منذ ذلك اليوم تروينا ولم نحرق منهم أحدا إلى أن أناظرك وأحدثك فتنصحني. سأنصحك لله تعالى. الدين النصيحة. أي نعم صدقت. إنها امرأة صالحة. نعم. تؤذى ونحن نرى ما تراه أنت. نعم. من أذية. نعم. تؤذى في جسدها وفي رزقها وفي أهلها. نعم. وهي امرأة صالحة مستضعفة. نعم. كيف لا ننصرها؟ وجبت النصرة. وجبت النصرة. إنها تسمع من القرآن. إلا تنصروه فقد نصره الله. حالة. إذا أخرجه فنصره الله. اسمعني. لكن لابد إن شاء الله تعالى أن أبين لكم كيف تكون النصرة. أن ننصر خلق الله جل وعلا فنكف أيدي الظالم. ونكف عنهم الظلم. نعم. نكف الظلم بلا ظلم. بلا ظلم. ونوقف الأذية بلا أذية. ولا إفراط. فاسمعوا عقيم. نعم. بفضل الله تعالى يكون هناك جن مسلم وكافر، وقد يكون في البداية كافر وكافر. هذا أيضا إيضاح. نحن مسلمون. وسأشرح لك كيف أتينا إلى جسدها. طيب تفضل. في أحد الأيام كانت تشكي إلى الله وسمعها منا من سمع، فقالت: أوليس من الجن صالح؟ أدمي قلبي حين سمعتها. من الجن صالحون. من الجن صالحون لربهم قانتون. سجدا ركعا ويرضون الظلم لعباده. صدقت. نحن ننصحهم جن قبل أن نحرقهم، نخبرهم بأن هذا ظلم واعتداء، فيتمادون ويسخرون ويؤذون ويتوارون، فكيف لا ننصرها وهي مستضعفة؟ ليتك تراها تناجي ربها وتضغم الولد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكم امرأة تدعو ربها في ظلمات الليل، تجأر إلى الله جل وعلا ليكشف كربها وما ألم بها من أسحار ومن عين ومن حسد ومن ظلم ومن أذية وعدوان وانتقام. يسمع الله، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، ترفع شكواها إلى ربها والله يسمعها، وملائكة الله تحصي وتسمع، وهناك جند كذلك من الجن يسمعون، طوافون، صالحون، يعمرون ويطوفون. نعم. نحن لم نكن كفارا وأسلمنا، بل كنا مسلمين. نعم. فكيف سمعتمها؟ أينما كنتم حينها؟ إنها لا تتوقف عن سماع القرآن، ونحن نحب الذكر. وتأتون لسماع الذكر. نأتي لسماع الذكر. نعم. سبحان الله. فلما كانت تسمع الذكر صلت أم أنها دعت؟ إنها لا تتوقف عن الذكر. وبعدما تستغفر وتذكر الله. بعدما سمعتموها تقول: أليس منكم رجل صالح؟ الزكاة هذا حركك ودفعك كي؟ لست من سمعها. ها؟ لست من سمعها، ولكن هناك من سمعها فأخبرك. هناك من سمعها فأخبرك. يا الله. فأخبرنا. هناك من سمع فأخبرنا. وهذا ما يقع كذلك في مجالس الرقية بفضل الله تعالى. يسمعون الوعظ والبيان والذكر والقرآن، فيخبرون غيرهم في المشارق والمغارب بدعوة الله تعالى والإسلام لله جل وعلا. لذلك لا حجة لهم عليها. سيحرقون بما عاثوا فسادا في الأرض. لكن ربي سبحانه وتعالى رحيم وغفور،
رحمته وسعت كل شيء. نعم. وماذا عن العذاب؟ نعم، العذاب الله جل وعلا جعله لمن أبى واستكبر واستعلى وطغى وغرى. لكن أقول لك اسمعني يرحمك الله، هذا الجسد تعذب، ولا شك أنك رأيت أن كثيرا من الجن كانوا في الكفر وفي الشقاء، كانوا يعبدون طواغيتا، مسونية، يهود، نصارى، أربابا من دون الله، ومع ذلك الله تعالى فتح قلوبهم وشرح صدورهم للإسلام، أليس كذلك؟ فما يمنع هؤلاء من الإسلام؟ سمعوا نفس الحديث الذي سمعه من قبلهم. القلوب تحتاج إلى مفاتيح، القلوب لها مفاتيح، حينما يقع المفتاح يفتح بأمر الله عز وجل. يا أخي، هناك من يفتح بترغيب وبترهيب أو بطلب أو برجاء، هناك من يفتح بدعاء، هناك من يفتح بكذا وكذا. الله له أسرار ومفاتيحه بيد الله تعالى، بأمر الله جل وعلا. قالت الأثمن شرح الله صدره للإسلام، الله. وقال محمد ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أعمارنا ليست أعماركم. كيف؟ قد يستغرقون سنوات يبتلون. لا، هناك من يسلم التو الفور، يسلم في الحين، يسلم يعني في نفس الوقت، يعني تدعوه إلى الله تعالى فتدمع عينه ويخشع قلبه ويخشع ويخضع لله جل وعلا. من أصر على الكفر يا طيب، من أصر على الكفر وعلى الظلم وجب أن نوقف ظلمه، لا إكراه في الدين، لا 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 قتل، لا قتل. اسمعني، ابقى معي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا المرابطة في سبيل الله، جنية مسلمة. طيب. أنا منهم. أنت جنية مسلمة من الذين في البدن بالسحر أم من الذين أتوا ليساعدوا البدن؟ نحن جند الله. من ضرب بكم هذا؟ نحن نرفع الضم عن المستضعفين. طيب. الصالحين. طيب. وكما أخبرك عبد الرحمن. نعم. وذاك الجني الذي كان يستمع. نعم. هناك من أخبرنا. نعم. فرأيناها في بيتها تصلي، تستمع إلى الذكر. نعم. تحافظ على الصدقة. نعم. بارة لوالديها، مساعدة للجميع. إنسانة صالحة، فلماذا الظلم؟ لماذا الظلم؟ الظلم ظلمات. أنا شخصياً حذرتهم مراراً وتكراراً، وأقسم بالله العلي العظيم أني كنت أحذرهم ألف ألف مرة في اليوم. طيب، ما اسمك يا أنتِ؟ أنا مرابطة في سبيل الله. أليس لك اسم؟ لا. بماذا ينادى عليك عند الله عز وجل؟ ينادى على العبد الموحد عند الله بأحب الأسماء التي كان يحبها في الدنيا، ألا تحبين اسماً؟ لكنت اخترت فاطمة الزهراء حبيبة رسول الله. جيد، ما شاء الله، هي فاطمة رضي الله تعالى. هو ليس اسمي ولكني أحبه. طيب، تسمي باسمها، لا بارك فيها، لا بارك فيها. تسمين بإذن الله تعالى بفاطمة رضي الله تعالى عنها. ليكن ذلك. طيب فاطمة، أنت مرابطة في سبيل الله، أتيت حينما سمعت المنادي يناديكم تعالوا هلموا إلى عمل خير، صح؟ طيب، ماذا قدمتم حينما أتيتم؟ ماذا قدمتم؟ لقد طردنا كثيرا من الجن في جسدها وهي تعلم ذلك، فلم تعد تخف من الجن. الحمد لله. آتي في الصباح أنا وعبد الرحمن أو عبد الله. نعم. بينما هي ذاهبة فنحضر من في جسدها على لسانها. نعم. فنقوم من لم يخر سيحرق اليوم. وفي المساء عندما تعود إلى بيتها. نعم. هناك من يخرج. نعم. وقد حرقنا كثير. سبحان الله. من لم يخرج يحرق. طيب سؤالي. نعم. كيف يتم حرقه من طرفكم أنتم؟ نحن نجي. كيف تحرقونه يعني؟ نحرقونهم بقدرة أعطاها الله لنا. طيب، ممكن تصوير يعني؟ أجل، أصور لك. نعم. هي لم تعد تخف. نعم. فتطلق الذكر. نعم. أو نحن نطلب منها أن تطلق آيات من المقاطع، ومنها مقاطع. نعم. إما آيات التعذيب أو الرقية العادية أو أي شيء. نعم. فنضعها في الفراش.
ونحذر لكي يخرجوا، فمن لم يخرج يعذب، يعذب ثم يحرق. هناك من يخرج ويدل على الأسحار وفي جميع الحالات يحرق، لماذا؟ أنا أخبرك لماذا. عن سيدنا عمر أنه أمر بقتل السواحر، لماذا؟ حتى وإن تابوا يستتابون، فإن تابوا يقتلون، وإن لم يتوبوا يقتلون، لماذا؟ إن تابوا تنفعهم توبتهم عند الله، وإن لم يتوبوا فذاك شأنهم. ولماذا أمر سيدنا عمر بقتلهم؟ لأن أذاهم لا يؤتمن، فقد يظهرون التوبة أوكي؟ وهم يبطلون غير ذلك، أذاهم غير مأمون، فأمر بقتلهم. أنا لا أتذكر يعني الحديث بشكل صحيح، ولكنه أرسل أحد عماله على أحد أقاليم بلاد المسلمين وأمره بقتل السواحر، فقتلوا ثلاثة. ثم قرأت هي، قرأت في موقع إسلامي أن الساحر في البلاد مثلا في الإمارات وغيرها إلى آخره، إذا ضبط وثبت أنه يسحر فإنه يستتاب، فإن تاب وصدقت توبته فذاك بينه وبين الله. وأنا رأيت أن حتى خدام السحر يقتلون، لماذا؟ لأن مكرهم لا يؤتمن، مكرهم لا يؤتمن، ومع ذلك أنا أحذرهم وأطلب منهم إبطال السحر، فمن أبطل السحر فهو حر طليق. طيب، وإذا تاب إلى الله تعالى وكانت لها قوة مثلا في خدمة الساحر والسحرة وأصبح يخدم بهذه القوة، يخدم كتابا والسنة، يبطل الأسحار ويخرج طليقا حرا. طيب، وقلت أنت مع أنه توبة إلا أنه يموت ويقتل الساحر أو خادمه، الساحر الخادم نحن نرى إذا خرج نحن نرافقه، إذا صلحت توبته يعني، إذ يبطل الأسحار، نعم، أي لا تكون له قوة ليعود للجسد، نعم، فإن أبطل الأسحار فهو حر طليق، نعم، وإني أقسمت عليهم من ضبط مجددا في الجسد يحرق، وكذلك فعلت بخرشوف، أحرقته لأنه خرش وعاد. خرشوف؟ أجل، نعم. طيب جيد، أظهر التوبة وخرج وقال أنه دخل بدون سحر، نعم، ثم ضبطته في الجسد مرة ثانية فأحرقته. طيب جيد، إذا أنتم جند جن تسعون في أنكم تخلصوا أسد المسلمين من أذية السحرة، ليس هذا بالضبط، نعم. نحن نجاهد في سبيل الله في أي شيء مثلا، يعني ما هي محل هذا شيء أنتم لا تستطيعون فقهه، لا أنا أفقه بك، كل واحد خلق لما هو ميسر له، صح، نعم، جهادنا قد يختلف لكنه في سبيل الله مثلا، مثلا يعني حتى نستفيد نفقه، يعني هذا الأمر فقهناه وعلمناه، هل هناك ضروب أخرى تسعون فيها ممكن؟ الخير مثلا، نحن لا نسعى إلا في الخير، وهذا بيننا وبين ربنا. جيد، ما شاء الله، صلى الله تعالى أن ينفع بكم. فقط نحن جيشان، نعم، جيش عمر وهذا فعلا من كانوا في جسد، ومنهم من كانوا غير مسلمين فأسلموا وصح إسلامهم بإذن الله وهم يهاجرون ويعودون، ونحن جيش جند الله، ونحن جيش المسلم، فلم يكن منا أحد كافر، ما شاء الله. طيب، إذا كم واحد أنتم من الجنود المسلم الذي يسعى في الخير في هذا الجسد؟ وما أدراك أنت؟ هل تستطيع أن تعرف أنت كم مثلا من جندي في جيش؟ لا، كفى. طيب، كم واحد من الذين يحاربونها من الكفرة الفجرة؟ الذي يؤرقني وقد حذرته جني يهودي خادم سحر التعطيل مستقر في هذا المكان. كما أني أريدك أن تعيننا كيف نستطيع أن نضبط جنا متواري، أحيانا يتوارون في الجسد فما نضبطهم. طيب، وأنتم من بني جنسكم فكيف يتارون عن أعينكم وأنتم بالسحر. أنتم هم سواء بالسحر. من لا زال إلى الآن في جسد من الفئة الضالة الكافرة اليهودي وحده؟ المهم أنا أخبرك
ولكن ثمة يهودي، اليهودي طيب. خادم سحر نساعدكم عليه بإذن الله برقية سحر اليهود وآيات اليهود بفضل الله تعالى ودعوة اليهود إلى الإسلام. ومسخر للتعطيل. تعطيل ماذا؟ تعطيل خيرات. طيب، وهذا حال اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وشيء آخر. نعم. في رقية فردية. نعم. مع الشيخ المصطفى. نعم. أحرقنا يهوديا كان يعظم لها طلب العلم. طلب العلم. أجل. نعم، هنا في هذا المركز. أجل. ما شاء الله. وهي تأتي في طريق وتطلب الله أن يحقق أمنيتها. اللهم حقق أمنيتها، اللهم اجعله فارسا من فرسان الحق. فارسا من فرسان الحق، لا يهويه شيطان ولا يهويه إنس ولا جان، ولا يطمعونه بما في الدنيا من زائل، بل أن يكون ثابتا. أوصيك بالثبات، الثبات 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 على ما يرضي الله، وهذه وصيتي لك. والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا أنت سبحانك. الآن إن قرأت سيظهر اليهودي أو غيره من الظالمين، فاغمض عليه واشدد، ونحن عباد. لا تجادلنا فيه، إن أسلم. هو كان قبل قليل صراحة قالها بلسان فصيح واضح بين مبين. قال محمد صلى الله عليه وسلم ساحر، سمعناه والكل شهد عليه. قال محمد صلى الله عليه وسلم أمي. قال محمد صلى الله عليه وسلم فقير، تزوج خديجة، تزوج خديجة عن طمع. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختلي في الجبل، يوهم الناس في الجبل داخل يذهب عند أحبار يهود فيتعلم منهم، وقال أمور عظيمة جدا. والآن الله جل وعلا أرسله جند من جنده، فأصبح الآن يريد أن يفك الأسحار، فقط شرط أن يخلو سبيله وأن لا يقتله، صح؟ ونحن لدينا شرط آخر. ما هو؟ لا شرط على الإسلام، لا شرط لمسلم على إسلامه. نعم. فكيف سوف يشترط علينا أن لا ندق عنقه حتى يسلم؟ أولا الإسلام هذا يجب أن يكون من قلب خالص. أجل. لأنه وإن ضرب عنقه ومات على كفر أو نفاق فحسابه على الله، الله يعلم السرائر والقلوب. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهودي حين كان في جنازته، بكى رسول الله لأنه لم يستطع أن ينقذه. تفلت من يديه روحه. أجل، تفلتت من يديه روحه. ولكن أقول لك، اسمع، أنا لست أقول لكم، إن كان حب الشفاعة هذه موجودة، ومن يشفع شفاعة حسنة، لعله يكون في ساحر. ليس في ساحر، لعله يكون في خير. لا شفاعة في ساحر. كان ساحر على كفر فسيسلم لله جل وعلا، لعل التوبة تنفعه، فنأخذ بهذا الأمر. أنا أقول إن ظهر وأبدى ندما وبكاء لعل القوة التي كانت في السحر العظيمة تكون في إبطال أسحار كثير من المسلمين بالسنة وليس بالسحر. عبد الغفور أبطل الأسحار وتقبل الحد. يعني أبطل الأسحار وقبل الحد. كان يهوديا وأسلم، أسميناه عبد الغفور. هذا الجن الذي كان في جسد أجل، وقد أحرقنا وجهه ثم تاب. طيب الآن هذا ما اسمه هذا اليهودي؟ هذا لن أعطيه اسما. طيب جاء اتركه يتكلم. سب رسول الله. طيب اتركه يتكلم معي. يهودي تكلم. نسمي راسي سليمان. قلت أنك تكره محمد وتحب عزيرا وسليمان وموسى فقط، ثلاثة. في قلبه مرض فزاده الله مرض. أي نعم، المسلم الآن في قلبه مرض. أجل. طيب يهودي تسلم لله عز وجل؟ نسلم، والإسلام حق ومحمد حق. ليس أميا؟ لا. ليس راعي غنم؟ لا. كريم ابن كرم.
نعم. وشو كان بدر وكان قمر. إيه سبحان الله. أبيض مصرف بحمرة. تغيرت 180 درجة. طيب. يا شيخ. نعم. رمحي هذا جاهز. أنا عبد الصبور. ملك من ملوك عفاريت المسلمين. الله عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني رمحك جاهز لقتله الآن. ينطلق والله من رأى بطشه قبل ساعة لا يقول كيف يكون له مقيد ويضرب الأصحاب. قيدناه بذكر الله. نعم سبحان الله. مقيد بآية الكرسي. الحمد لله. لا إله إلا الله. آية الكرسي في اليدان. حينما كان يجادلني حينما كان يحدث وقال قد جادلتني كثيرا أين كنت حينها؟ نستمع. نعم سبحان الله. مكثنا غير بعيد. الحمد لله. نحن نحب جهة اليمنى. طيب. وهم يجلسون في اليسرى. طيب. أصغينا. نعم. وبدأت بالصلاة لا إله إلا الله. الحمد لله. وعطب لها الصلاة يعذبها إنها تتعذب كثيرا. طيب اليهودي أسلم لله تعالى. قل أشهد. أسيدي غير بغين يقتلوني. ها؟ أنت قتلتها سنوات. سيخرج الله أضغانه اسمع إليه. طيب تكلم. وأسلم شريطة أن لا يقام علي الحد. اشترط على عليهم أن لا يقيموا على الحد الله عز وجل. فإن أقاموا علي الحد أموت يهودي وأعذب بضعة أيام ويغفر لي ربي. أسمعت؟ هذا هو الإسلام. أيام معدودة. أجل عذبتها. عذبتها سنين. سلطت عليها العاشق يزني بها ويفسد. يعطب لها الأزواج والزواج. يعذب شقيقها حفظ القرآن. أجل عذبتها في عملها. أخفف عذابي يوم فتستعيد العلم وتستعيد الطاقة ثم أعيده عملها تكفر. طيب ما الآن ماذا يحل بك الآن؟ الآن أنا ميت وهامت لا محالة. وهم تعرف شيئا. أنتم المسلمون حتى في قتلكم لن تعذبوني. أي أني لن أتعذب كثيرا على أيديهم. رمحه فتاك ينطلق كالبرق من يده فيستقر في قلبي فأخر ميتا ثم أنقلب إلى ربي. أنا من أحبابه. عزير يشفع لي. أما هي عذبتها سودت وجهها. أنا من كان يمحق ما لها. أشهد الله أني أريدك في جنة الخلد مع محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى. وأنا أريد لك الذن والتمعثم ونسيان القرآن. لماذا؟ أجل أنتم أميون. أميون. أكرهكم وأكرهها. أكرهها عندما تصلي على النبي وعندما ترجو الله. هذه الإنسية تستطيع أن تستميل العفاريت لنصرتها. أضعفنا. ليس أضعفنا ولكننا كنا أقوياء على جد الله. ليس أقوياء ولكننا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكفار. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 40 يغلبوا 2000 الذين كفروا ذلك بأنهم قالوا لا يفهمون وما رميت إذ رميت ولكن الله